الدبكة الفلسطينية، رقصة فلكلورية شعبية تجمع بلاد الشام كتعبيرا عن الفرح في المناسبات المختلفة، وأن اختلفت في منطقة عن أخرى ببعض حركاتها، إلا أنها دبكة يمارسها سكان الشام منذ أجيال عديدة، إضافة لبعض مناطق تركيا والعراق. منذ نكبة فلسطين سنة 1948 بدأت الدبكة تأخذ طابعا نضاليا، حيث لم تعد ممارستها مقصورة على الأعراس والمناسبات، وإنما ارتبطت بالأغاني الوطنية الفلسطينية التي واكبت الثورة الفلسطينية منذ بداياتها في مطلع القرن الماضي، واستمرت حتى اليوم كجزء أصيل من الفنون الشعبية الفلسطينية، والتي أصبحت فنا ملتزما يمارس دوره النضالي بامتياز. تشكلت العديد من فرق الفنون الشعبية الفلسطينية التي جعلت من الدبكة فنا وطنيا رائجا، مثل فرقة العاشقين، وفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، وفرقة سرية رام الله، وفرقة حنظلة، وغيرهم الكثير. وبما أن التراث كان دائما أحد الدلائل الأكيدة على أصالة الشعوب وحضارتها، فإن الدبكة الفلسطينية كانت وما تزال جزءا أصيلا من الموروث الشعبي الفلسطيني الذي أخذ شكلا من أشكال المقاومة، مقاومة باللحن والإيقاع في خط متوازن مع مقاومة البندقية، حتى أصبحت الدبكة والبندقية صنوان منذ بدايات الثورة الفلسطينية. الضرب بقوة على الأرض أثناء الرقص ضمن إيقاع فني إبداعي في التعبير عن حركة الجسد، له تعبير في الكثير من الحالات بأن الأرض لنا.